في الحلقة الماضية تكلمنا عن الأطعمة التي تضر بالنساء الحوامل وجنينها، وبينا المخاطر التي تنتج عن هذه الأطعمة. وفي هذا المقطع سوف أريكم الفواكه المفيدة للمرأة الحامل والتي عليها تناولها بحرص واستمرار، فابقوا معنا. خلال فترة الحمل يبدأ التفكير وانشغال البال في أنواع الأطعمة المناسبة التي يجب تناولها، وتدخل الفاكهة ضمن قائمة الطعام تلك. ولذلك سوف أقدم لكم في هذا المقال فواكه مفيدة للحامل. ليست كل الفاكهة يجوز أن تتناولها الحامل، وذلك نظرا لاحتواء بعضها على فيتامينات قوية أو تقوم بإفراز مواد معينة تكون محظورة على الحامل في تلك الفترة التي من الممكن أن تتسبب في إجهاض الجنين لا قدر الله. ولكن لا تخافي، إنها فواكه قليلة. أما جميع الفواكه الأخرى فمن السهل تناولها على مدار اليوم، بل هي التي تغني عن الأدوية والعلاجات التي يوصي بها الطبيب. ولكن لضمان نجاح ذلك يجب المداومة والاستمرار على تناولها بصورة يومية مع التنوع فيها لكي يحصل الجسم على احتياجاته اليومية منها. فواكه مفيدة للحامل. خمسة فواكه مفيدة للحامل. أولها التفاح. يعد التفاح من أفضل الفاكهة المفيدة للحامل، وذلك نظرا لأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات العامة مثل فيتامين سي وبي وإي، فهو يساعد ويسهل عملية الهضم ويعطي شعورا جميلا للجسم بالطاقة والنشاط، ويقوم بدوره في إعطاء الفيتامينات الهامة للجنين والتي تساعد في تكوين جهازه العصبي والعضلي. البرتقال. يعد البرتقال من أكثر أنواع الفاكهة التي تفيد الحامل نظرا لما يحتويه على فيتامين سي، وهو يساعد أيضا في تثبيت الحمل ويعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويقوم أيضا بالمساعدة على نمو العظام والأسنان والأنسجة بالنسبة للجنين. الموز. يحتوي الموز على البوتاسيوم وعلى الفيتامين بي وسي وإي، وذلك يجعله في مقدمة الفاكهة الهامة والمفيدة لكل سيدة خلال فترة حملها، فهو يساعد على حفظ التوازن في غذاء الحامل ويقوم بمنحها الحيوية اللازمة، ودوره بالنسبة للجنين يعمل على تقوية أنسجته وأظافره. الفراولة. تعد من أكثر الفاكهة التي تعمل على تكوين عظام الجنين، فهي لها دور هام وأساسي في تلك الأمور. والآن سوف أذكر لك فواكه مفيدة للحمل تحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية. عليك إضافة هذه الفواكه التي تحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية تكون غنية بالألياف، وذلك نظرا لأن الكثير من النساء تكون معاناتهم الأولى خلال فترة الحمل من الإمساك، وهي تعد من المشاكل الصحية التي تزعجهم وتولد الشعور بعدم الراحة. لذا فالتخلص من تلك المشاكل يكمن في تناول الحامل الفواكه الغنية بالألياف، إلى جانب أنها تقلل من خطر الإصابة بالبواسير النامية. ومن أمثال تلك الفواكه التفاح، الموز، الكمثري، الكيوي والبرتقال. الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي وتلك الفواكه من السهل الحصول عليها ولا تتطلب تكاليف باهظة، ففيتامين سي موجود بكثرة في العديد من الفواكه والمنتشرة في الأسواق، فهو يتواجد في الحمضيات المختلفة، البطيخ، الشمام، الفراولة، البرتقال. وتناول كميات مناسبة من تلك الفاكهة يمكن ويساعد الجسم من امتصاص الحديد بصورة ممتازة، وهو من المعادن الأساسية لصحة الجسم بصفة عامة وللحامل بصفة خاصة. فلتكن المرأة الحامل حريصة على إضافة الفراولة لحبوب الصباح أو الشوفان، وأيضا إضافة البطيخ
البرتقال والشمام في الأطباق الجانبية ووضعه في سلطات الفواكه التي تؤكل على أوقات متفرقة من اليوم. من الفواكه المفيدة للحامل التي تحتوي على حمض فلوريك أسيد أن استهلاك كميات مناسبة من الفلوريك أسيد خلال الحمل وقبل الحمل أيضا، بدوره أن يقلل من العيوب الخلقية التي من الممكن أن توجد في الجنين، وبالأخص التي تتكون لا قدر الله في دماغ الطفل وعند حبله الشوكي. ومن أكثر الفواكه التي تمد الجسم بالفلوريك أسيد هو البرتقال، سواء كان فاكهة تؤكل أم عصير. الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، نظرا لأن الكثير من السيدات خلال فترة حملهم يعانون من تشنجات الساق التي تؤدي إلى الآلام الشديدة وبالأخص خلال فترة النوم، تحتاج إلى تناول فواكه تحتوي على البوتاسيوم، وذلك نظرا لأن تلك التشنجات يكون سببها نقص الكالسيوم في الجسم، والبوتاسيوم بدوره أن يعالج هذا الخلل سواء من خلال الأطعمة المختلفة أو الأدوية التي يوصي بها الطبيب المختص. ومن الفواكه التي يوجد فيها البوتاسيوم الكيوي، الموز، البطيخ. ومن الفواكه المفيدة للحامل التي لا تخطر على بالك الرمان. يعتبر الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالمواد الطبيعية المفيدة للجسم بصفة عامة وللحامل بصفة خاصة، فهو يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة والمعادن المختلفة التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والحديد، ويضم أيضا الفيتامينات المتنوعة والتي نجهلها ولا نهتم بها مثل فيتامين بي وإلى غيره من الفيتامينات، بالإضافة إلى احتوائه على الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد وتطور من نمو الجنين، بالإضافة إلى أن مضادات الأكسدة التي يحتويها الرمان توفر الكميات التي يحتاجها دماغ الجنين من الأكسجين اللازم، وتوفر الحماية للجنين في حالات نقص الأكسجين التي يصاب بها الطفل في فترات الولادة والتي تؤدي إلى تلف المخ. التمر، يجب على كل سيدة حامل من أن تحصل على كميات مناسبة من التمر في الشهور الأخيرة من مرحلة الحمل، فهو يحتوي على مجموعة من المواد القابضة لعضلات الرحم والتي تسهل بدورها عملية الولادة وتقلل من نزيف ما بعد الولادة. فيحتوي التمر أيضا على مجموعة من السكريات البسيطة التي تقوم بالتحول السريع إلى عضلات الرحم، ويقوم بدوره في العمل على تقليل ضغط الدم الذي يسبب لدى بعض الإصابات بتسمم الحمل في حالة ارتفاعه عن معدلات الطبيعية. يحتوي على مواد ملينة للأمعاء تقوم بدورها في تنظيف القولون. وبالنسبة لأهميته للجنين، فهو يضم البروتين اللازم له ولبناء جسمه. فباختصار، يحتوي التمر على السكريات السهلة الامتصاص أي السكريات البسيطة، الحديد، الفيتامين، الألياف، المضادات الحيوية، الخوخ. يحتوي على مجموعة من النشويات والأحماض والبروتينات والدهون ومجموعة من الأملاح المعدنية المختلفة مثل الكبريت، الفوسفور. يضم مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين جي وفيتامين بي، وبالتأكيد جميعها مصادر هامة تحتاج لها الحامل، ولكن يفضل عدم تناول الخوخ لمن يعانون من السكر ومن الأمراض المختلفة سواء أكانت حرقة في المعدة أو مشاكل القولون والأمعاء. الأفوكادو، من الفواكه المفيدة للحامل الأفوكادو، فتمرة واحدة منه تكفي وتوفي لأنها تحتوي على حمض الفوليك، وهو من أهم الحمضيات التي تساعد على بناء أنسجة الجنين ويقي من خطر الإصابة بالتشوهات الجنينية. فالحامل تحتاج إلى 800 ميكروغرام يوميا من حمض الفوليك، بالإضافة إلى أنه يقلل من الشعور بالقيء والغثيان المصاحبان للحمل. المانجو، تعد من ألذ وأطعم الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثيرون، وتحتوي كذلك على أنزيم يساعد على تهدئة هيجان المعدة وتساعد على عملية الهضم. تضم 40% من احتياجات الحامل اليومية من الألياف التي تقي من خطر الإمساك. الليمون الحلو،
فهو من الحمضيات التي تقلل من الغثيان الصباحي ويمد الجسم بالحديد وعلاج فعال للحامل التي تعاني من فقر الدم. التوت يصنف من أنواع الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة والمسؤولة عن تعزيز كفاءة المشيمة، فهو يقلل من التعرض للإجهاد خلال فترات الحمل. يعد من أرقى الفواكه المفيدة للحامل ولجنينها، وله مفعول سحري في القضاء على آلام المخاط والشعور بالغثيان والقيء، ويقلل من خطر الإصابة بالإجهاض. الليتشي لا يعرفها الكثيرون، ولكنها من الفاكهة الآمنة والمفيدة لصحة الحامل ولجنينها، ولها الكثير من الفوائد، فهي تقوم بتعزيز جهاز المناعة نظرا لاحتوائها على فيتامين سي، وأيضا تحتوي على معدلات مرتفعة من مضادات الأكسدة، تقوم بمقاومة الأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا والبرد والسعال، وأيضا هي من أكثر الفواكه التي تقي من الإصابة بفقر الدم والأنيميا، وتضم أيضا نسبة ولكنها قليلة من البروتينات والكربوهيدرات. هل يوجد فواكه غير مفيدة للحامل ويجب تجنبها؟ نعم، يوجد فواكه يجب على الحامل تجنبها خلال فترة حملها لأنها تتسبب في الكثير من المخاطر، وهي العنب الأسود، فيفضل البعد عنه نهائيا خلال الأشهر الأولى من الحمل، فهو يقوم بزيادة الحرارة في الجسم وتوليد حرارة إضافية من شأنها أن تعمل على إداء الجنين. الأناناس، يفضل البعد عن تناول الأناناس خلال فترة الحمل، وذلك لأنه غني بالبروميلين الذي يرقق من عنق الرحم ويؤدي بدوره إلى حدوث الولادة المبكرة. البابايا لها خطر كبير على الحامل، فهي من الفواكه الغنية باللاتكس والذي يعمل على تقلص الرحم، ولا قدر الله يؤدي إلى حدوث الإجهاض. التمر مفيد للحامل أم لا؟ فالبعض يقول أنه يسبب الإجهاض. بالفعل أجريت دراسات على التمر، وعلى الرغم من فوائده العظيمة والتي لا حصر لها، إلى أنه من كثرة غذائه الكبيرة قد يتسبب في الإجهاض، فلا يجب الإسراف منه. فلا بد لك سيدتي في فترة حملك أن تأخذي هذه الفواكه التي سبق ذكرها لكي تشعري بتحسن صحتك وتشعري بنشاط كبير، ولا تشعري بأنك ضعيفة ولا تقدرين على النهوض. فلا يوجد أكثر وأهم من الطبيعة الربانية التي تمد جسم الإنسان بما يحتاجه من فيتامينات وأملاح وعناصر غذائية هامة. وفي الأخير، إذا أعجبكم المقطع فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وإبداء آرائك وتعليقك في أسفل الفيديو، والسلام عليكم.